أنا أقول لك أكثر العلماء لم يقولوا الحكمة هي السنة، عشان نكون واضحينها. ما يجيش واحد إيه هكذا يعني مستعجل متحمس يقول لي أين أنت من الحكمة؟ الحكمة لا 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 لا، أقول له عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، روح ادرس وتعلم أكثر. لا لا لا، الأقل من العلماء هم الذين وافقوا الشافعي أن الحكمة هي السنة النبوية، يعني أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته الأقل. والأكثر لم يذهبوا هذا المذهب، والحق معهم، الحكمة ليست هي السنة. طب من أين الإمام الشافعي رضوان الله عليه أبي عبد الله أن الحكمة هي السنة؟ الشافعي استدل، ارجع هذه هذا دليله، تقرأه في الرسالة ما في غيره. قال رضوان الله تعالى عليه: الله تبارك وتعالى عطف الحكمة على الكتاب، والأصل في العطف التغاير المغاير، يعني الواو هذه لما نقول جاء محمد وسعيد، محمد غير سعيد، واضح أنهما شخصان مختلفان، ولا صحيح؟ شخصان مختلفان، فالأصل في العطف التغاير. فالله يقول يعلمه الكتاب والحكمة، وأنزل الكتاب والحكمة، في بتكون من آيات الله والحكمة، آيات وحكمة، كتاب وحكمة، كتاب. إذا الحكمة غير الكتاب، فما هي إذا لم تكن الكتاب ليست إياه؟ فما عساها تكون ومنزلة من السماء على رسول الله؟ قال هي السنة، ما في جبري جيب شيء ثاني، ما في، احنا عندنا اي كتاب وسنة، هي السنة. إذن ومن هنا قال من قال بأن السنة موحى بها، وأنها ذكر كالقرآن، وأنها منزلة، الله قال أنزل كتابه والحكمة. لسنا مع هذا، نختلف تماما، وهذا من أضعف الاستدلالات. وأنا قلت لكم لكي تحتج على حجية مصدر شرعي لابد من ماذا؟ من القطعية، قطعية الورود، وقطعية ماذا؟ الدلالة. هنا هذا أبعد ما يكون عن قطعية الدلالة، أن تقول لي الحكمة هي السنة هذا بعيد جدا جدا. كيف؟ من أين لي هذا الكلام؟ وجوهات. اسمع، أولا العطف ليس بالضرورة أن يعني المغايرة من كل وجه، أبدا ليس بالضرورة أن يعني المغايرة من كل وجه. مثلا قال الله تبارك وتعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هل جبريل ملك ولا مش ملك؟ سيد الملائكة. فليس معنى أن جبريل عطف عليه الملائكة أن الملائكة غير جبريل، أو جبريل ليس الملائكة بل هو منهم، ولا من الصحيح؟ أي طبعا. في أصعب من هذا لسه، في أصعب من هذا، في أول الحجر ألف لام راء: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الكتاب غير القرآن ولا هما شيء واحد؟ وفي عطف إلا على طريقة الدكتور المهندس محمد شحرور، قال لك الكتاب شيء والقرآن شيء، وقصة عنده تفصيلات عجيبة غريبة. هاي القرآن قال لك ألف لام راء: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. هاي القرآن شيء والكتاب شيء، لم يقل أحد قبل الدكتور شحرور بالشيء هذا. كل أمة تعلم أن القرآن هو الكتاب والكتاب هو القرآن، ولذلك في أول النمل ألف لام راء: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. يعني في الحجر وقرآن مبين، هنا كتاب مبين، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. الكتاب هو القرآن ولا مش هو؟ هاي الواو، هاي الواو. طب ليش؟ وإيش هالواو العجيبة هنا؟ لأنه لما يقول لك كتاب يريد فقط أن تلحظ محفوظيته بطريق الكتابة، حين يقول لك قرآن يريد أن تلتفت إلى ماذا؟ محفوظيته بالحفظ والقراءة، وهكذا في أكثر من هيك. الله يقول تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. والفرقان والضياء والذكر هو التوراة نفسها، والله يقول لك ثلاث شغلات: موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ثلاثة أشياء: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب بالحق والميزان. وأنزلنا معهم
لقد أرسلنا في الحديث لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتابة والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديث كذا. الكتاب والميزان، والميزان ليس إلا الكتاب، الميزان هو الكتاب، الميزان في القرآن ليس شيئا آخر. وإلا قل لي إيه لا محمد معاك من إيه غير السنة في شيء اسمه الميزان، إيش الميزان عادي الله فسر لي عاد إذا كان هذا التغير لحظة بس شايف كيف إيه تقول لي هذا الميزان أي شيء آخر لأنه هذا اسمه الميزان وهذا اسمه الحكمة هذا اسمه الكتاب شيء واحد. الحكمة هي الميزان هي الكتاب شيء واحد، مثل الفرقان وضياء وذكر المتقين، مثل كتاب وقرآن مبين، قرآن وكتاب مبين نفس الشيء. وعليك أن تلحظ أشياء كأن الله يلفتك إيه إلى جوانب في الكتاب نفسه، جوانب فيها ميزان يحقق العدل، جوانب فيها إيه الحكمة. وحنشوف اليوم إيش رأيي الخاص في الحكمة، سبحان الله شيء عجيب. والحمد لله أيضاً هذا لم أسبق إليه بفضل الله تبارك وتعالى، حتشوفوا كيف. طيب إذن نفس الشيء في سورة الشورى، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، ونفس الشيء الميزان في الكتاب وهو من الكتاب، هاي أول شيء. إذن لا يصح لإمام الشافعي ولا لمن يتابعه أن يقول لي الواو للتغاير وهما متغيران وهذا شيء غير صحيح. القرآن يؤكد في كل هذه الأشياء أنه في عندي واو وكل هذه الأشياء التي يظن أنها متغيرة شيء واحد، ليست أشياء متغيرة إنما وجوه للشيء الواحد، وجوه للشيء الواحد. والعرب تقول هكذا يقول لك السيد القرم والهمام ورجل واحد، هو مش ثلاثة على فكرة مش ثلاثة، يصف لك رجلا واحدا يقول لك الفارس أو السيد والكريم والكذا ويصف رجلا واحدا، يريد أن يلفتك إلى جوانب إيش في عظمة شخصيته، أنه هو فارس وهو سيد إيه قرم كريم وهو سيد جواد وهو سيد مش عارف إيه مفضال وكذا، وهو شخص واحد وبالواو دائما. وإن حذفت الواو جاز ما في أي مشكلة، لكن العرب تعطب بالواو أيضا وتريد شيئا واحدا. هذه طريقة عربية فصيحة قبل القرآن الكريم، أين نذهب عنها؟ هي واحد. اثنين يا أخواني، اثنين، الله تبارك وتعالى يخاطب أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، يقول واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما يتلى، ومعروف في كتاب الله أن التلاوة هي لآيات الله المنزلة، صحيح؟ أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، يتلون آيات الله آناء الليل كذا، التلاوة لآيات الله المنزلة، صحيح؟ أنتم تقولون الحكمة هي السنة، بالله عليكم واصدقونا هو فيما بيننا وبينكم، عاد بينكم وبين الله هذا حر أنتم أحرار فيه، لكن فيما بيننا وبين واصدقونا، هل كانت السنة حديث رسول الله ترتل أو تتلى كما يتلى الكتاب العزيز؟ اللهم لا، ولم يقل أحد بهذا، بل بدع العلماء من يفعل هذا من خطباء زمانه. في بعض الخطباء هكذا يخطبون، وقال الله تعالى كذا، وفي الحديث الصحيح نفسه، والعلماء قالوا هذه بدعة، لا يتلى الحديث كما يتلى القرآن الكريم، هذه ميزة لكتاب الله. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى أن هذه الحكمة المذكورة متلوة وتتلى وتتلى، علمنا أنها ماذا؟ أنها الكتاب نفسه، الحكمة هي الكتاب نفسه، هي آيات من آيات الكتاب، هي آيات من آيات الكتاب، واضح؟ طيب ثالثاً، إذا كانت الحكمة هي السنة النبوية فهذا يلزم منه القول بأن هذه السنة أوتيها كل الأنبياء، وأوتيها طبعاً بطريقة خاصة، يعني القرآن ذكرها بحيالها داود عليه السلام وعيسى عليه السلام وآل إبراهيم عليهم السلام، ويؤتاها خلق كثيرون، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. هل هذا صحيح؟ بل هذه الحكمة أنزلت على أمة محمد أيضا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. إذن هذه على أمة محمد أيضا داود، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، وآتاه الله الملك، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به إلى آخره.
هذه حكمة 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 عيسى طبعا، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. عيسى عنده الحكمة، هل هي أيضا السنة؟ بمعنى السنة النبوية هكذا يعني؟ سنة لهؤلاء كلهم عندهم سنة سنة سنة؟ ولا هي الحكمة شيء له علاقة فعلا بالكتاب الإلهي، جزء من الكتاب، أشياء معينة في الكتاب، أشياء معينة في الكتاب. في الزخرف قد جئتكم يقول عيسى إيه لبني إسرائيل بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. حكمة أيضا، هذه إيه؟ حكمة. وإذ علمتم الكتاب والحكمة أيضا في المائدة إلى آخره كثيرون. طيب النبيون عموما كما قلت، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه في آل عمران. إذن أوتوا الحكمة، هل هي السنن يعني؟ كلها مثل سنن أي رسول الله. طيب يا سيدي في شخص والأرجح أنه ليس بنبي عند جماهير العلماء وهو لقمان، ولقد آتينا لقمان الحكمة نشكر لله. طيب هذه الحكمة أيضا إيش هذه؟ سنة يعني كمان؟ في سنة لقمان؟ إيش الحكمة هذه؟ حنشوف. طيب الذي انتهيت إليه في هذه المسألة إخواني وأخواتي أن الحكمة التي أنزلت على محمد طبعا أساسا وأصالة وعلى أمته تبعا طبعا، لأن كل ما أنزل عليه أنزل ماذا؟ علينا وإلينا، والفرق بين أنزل على وأنزل إلى قصة طويلة وجميلة. حين ترى إيه الحرف هذا حرف الاستعلاء على، فالمقصود انتهاء جهة إيه الإنزال إلى العلو، إشارة إلى أنه نزل إيه من لدن علي حكيم لا إله إلا هو. وحين ترى إيه حرف الجر إلى أنزل إلينا وأنزل إليكم، بمعنى ماذا؟ مجرد المقصود مجرد الانتهاء إلي، يعني الوصول إلينا من سائر الجهات بغض النظر جاء من هنا من هنا من هنا، مش هذا المهم، المهم أنه انتهى إلينا، انتهى إلينا. بعض العلماء لاحظ فيها أن الإيمان والإقرار بأن الآية الكلمات أو الكتاب أنزل علينا فيه تصديق للربوبية المانحة. من الذي أنزل ومنح هذا الفضل؟ الله. ففيه تصديق للربوبية. أنزل إلينا إذن انتهى إلينا، عن طريق من انتهى؟ عن طريق المبلغ المعصوم، فيه إشارة إلى تصديق النبوة. كلام جميل، شفت هذا الفرق بين إيه؟ أنزل علينا وأنزل إلينا. أمة محمد أنزل عليها أيضا الكتاب والحكمة، الكتاب والحكمة اللذين علمهما الرسول لهم عليه الصلاة والسلام، يعلمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم كذا ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، في آيات كثيرة في العمران في البقرة في الجمعة الآية الثانية وهكذا. طيب اللي بدي أقوله يا إخواني، الحكمة المنزلة أو المنزلة على محمد أصالة وعلى أمته تبعا، مش هقولك قطعا، في الأرجح الأرجح الأغلب هي القرآن نفسه، لكن بلحاظ ماذا؟ آيات خاصة فيه يدور معظمها أو تدور في معظمها على ماذا؟ على النواهي، على النواهي، على الموانع. كيف؟ ليش؟ لماذا أقول هذا أنا؟ ومن أين؟ تعود إلى الأصل اللغوي، الحكمة، المادة كما قال ابن فارس حكمة، هذه المادة تدل على المنع، حكمة، حكمة بمعنى منع، ومنه اللجام الذي يوضع في فم الدابة يسمى ماذا؟ الحكمة، يسمى حكمت الدابة، وحكمتها وأحكمتها، إذا وضعت إيه اللجام في فمها يسمى ماذا؟ الحكمة. يقول الشاعر أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأن أغضب. ما معنى أحكموا سفهاءكم؟ امنعوهم من السفه والتطاول على الناس والعدوان، وإلا نغضب بعدين. هذا معنى أحكموا. فالأصل في الحكمة ما هو إذن يا إخواني؟ المنع وزم النفس، زمها ومنعها. تمام؟ جميل. معناه الحكمة تكون ماذا؟ تكون نواهي ومواعظ حتى بأشياء الأساس فيها الامتناع عن خرق القانون، عن خرق المحدود. ومن هنا أنا أثرت أن أصلي بكم الليل العشاء بماذا؟ بآيات الحكمة من سورة الإسراء. الآن لو استذكرناها وتلوناها وقد ختمت بقول الله تبارك وتعالى إيش؟ لا
إذا نعود نذكر الآيات بسرعة أيها الإخوة. يقول تبارك وتعالى: لا تجعل مع الله إلها، شوف لا بدينا في الإنفنائي، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبد، شوف ألا كان قد يقول وقضى ربك أن تعبدوه، قال لك أن لا تعبد إلا الله بطريقة النهي برضو، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان لأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين شوف ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. بعدين ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وحتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا ولا 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 ولا, ولا, ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك والإشارة بذلك إلى كل ما سرد من هذه النواهي والمواعظ الحكيمة. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فضل قالك الحكمة هي السنة. الله أكبر يا أخي، القرآن واضح. الله قال لك كل هذه النواهي والمواعظ هي من الحكمة. فالحكمة هي القرآن وآيات القرآن، وهذا نموذج طويل عريض جميل لها. ذلك مما أوحى، قرآن موحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. كأنه قال لك شوف، وليش حط هذا بعد بعد ما قال الحكمة؟ كانوا بتقول لك مفتاح الحكمة الذم والمنع والنهي، وهذا الأصل في الحكمة. الأصل في الحكمة المنع، حكمه وأحكمه أي منعه، هذا هو. فمن أين يقال لنا الحكمة هي السنة؟ تفسير ضعيف، تفسير ضعيف. طيب إذن هذه الحكمة انتبهوا التي أوتيها محمد موحاة أنزلت عليه إنها حكمة الكتاب. إذن حكمة الكتاب. طيب هل وراء هذه الحكمة من حكمة؟ طبعا. لكن أنا أقول لك جوهر الحكمة، ذوب الحكمة، الإسنس يعني الجوهر، الذوب، ذوب الحكمة في كتاب الله. أنا متأكد ما من حكمة غادرها الكتاب ولو بالإشارة البعيدة. لكن النبي أقر ونحن من ورائه نقر أيضا أن هناك حكمة كثيرة وحكمة بالغة في العالمين عند الكافر وعند المؤمن. والنبي قال الحكمة ضالت المؤمن أن وجدها التقطها، أن وجدها فهو أولى الناس بها. إن نطق كافر مسلم بوذي مجوسي يهودي مجوسي أيا كان بحكمة أنا أخذها ما عندي مشكلة. ولا ما صحيح النبي حين سمع شعرا عربيا جاهليا ماذا قال؟ إن من الشعر لحكمة. صح ولا لا؟ إذن حكمة، في حكمة. نحن نتحدث عن الحكمة الموحاة، الحكمة المنزلة على رسول الله. إيش هي؟ هي القرآن الكريم، آيات القرآن الكريم، مش كل الآيات عاد، آيات الحكمة في كتاب الله. إيش مفتاحها؟ هتشوف أنت النهي وما كان سبيل فهمه الامتناع أكثر منه إيش؟ الإيجاب والعطاء. تخيل؟ يعني مثلاً وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً. المهم في قضايا العهود دائما ماذا؟ ألا تخرق، صح؟ كأنه يقول ولا ولا تخفروا بالعهود والذمم والمواثيق. هو هذا، حتى الأشياء اللي فيها إيجاب روحها في ماذا؟ في السلب والامتناع. واضح؟ وأوفوا بالعهد.
علشانك في كتاب الله لا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا مش صحيح؟ نهي. وهنا قال لك إيه؟ وأوفوا الكيل إذا كلتم. كانوا يقول إيش؟ لا تبخسوا الناس إيه؟ لا تبخسوا الكيل والميزان، لا تخسروا الميزان. هنا أمر إيه؟ بالإجابة، ولكن جوهره في ماذا؟ في الامتناع وملازمة حدود الحق والعدل، ملازمة حدود الحق بعدم الجور عليها. فمفتاح الحكمة هو هذا النهي، ولأنه هذا الأصل في الوضع اللغوي للكلمة، سبحان الله. وجاءت آيات الإسراء والوحيد اللي قال ذلك وكذا من الحكمة، كله هذا من الحكمة، معظمها نواهي، معظمها نواهي، نعم، وصوادع، شيء جميل. لكن كما قلت لكم الآن، في أنبياء آخرون أوتوا الحكمة أكيد، والأرجح أن تكون إيه ضمن كتابهم إيه المقدس، جميل. في بشر عاديون يؤتون الحكمة، الله قال يؤتوا الحكمة من يشاء، ولقمان أوتي الحكمة، أوتي الحكمة. واضح أيها الإخوة أنه الحد الأدنى في تعريف هذه الحكمة الأخرى عاد المؤتاة للبشر لحكماء البشر هي ماذا؟ هي إصابة شاكلة الحق في قضايا الأخلاق والقيم والسلوك، تعرف ما ينبغي ما لا ينبغي، ما يليق ما لا يليق، هذه الحكمة. لذلك قيل، بعضهم قال إيه؟ الحكمة هي الصواب في القول والعمل، جمع الصواب في العمل إلى الصواب في ماذا؟ في القول. وطبعا القول يعكس ماذا؟ الصواب في الرؤية والفهم، رؤية فاقهة، قول صائب، عمل سديد، هذه حكمة، كلام جميل. لكن هذه ليست في محل النزاع، محل النزاع في الحكمة المنزلة المتلوة. وشوف الله أعطاك مفاتيح، قال لك منزلة، منزلة ولا مش صحيح؟ قال لك موحى، قال لك متلوة، ثم تتهوك. إيش الشيء الوحيد الذي أوحي به ونزل بطريق الوحي ويتلى؟ القرآن الكريم. واضح، كأنه بقول لك أنت وين ما تشوف عاد الحكمة هذه المعطوفة على الكتاب فهي من الكتاب، من مشمولات الكتاب. طب لماذا عطفتها يا رب عطف تغاير؟ قال لك مش تغاير من كل وجه، تغير فقط في النعت والتسمية، هذه كتابة حكمة، ولكن لألفتك إلى أهميتها، انتبه إليها، من أهم الأشياء. طب أنا أقول لك اليوم، اليوم هذه الأمة المرحومة، نسأل الله أن يرحمها والله وأن يهديها رشدها وسبيلها، هذه الأمة المرحومة عندها الكتاب، لكن أنا أشهد بالله على نفسي وعلى هذه الأمة، يعني إلا ما رحم ربي، ليس لديها حكمة ولا عندها حكمة. أمة تقتل نفسها، تذبح نفسها، تفجر نفسها، تفهم دينها بشكل غلط، تكره العالمين في هذا الدين، تدافع عنه بشكل مغلوط تماماً إلى ما رحم ربي، ما عندها حكمة المسكينة هذه. فجدير وحري بهذه الأمة إيه أن تلتفت إلى ماذا؟ إلى حكمة الكتاب. لذلك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. شوف الحكمة الآن، أي حكمة؟ كما قلنا بما أن المخاطب محمد، بحكمة الكتاب. ولذلك اللي بده يتكلم عن الدعوة، دعوة غير المسلمين، دعوة غير المسلمين، حقيق به أن يؤسس فلسفة دعوته هذه على أسس ماذا؟ قرآنية، أسس الحكمة القرآنية. يروح يبحث عن الحكمة في كتاب الله تماماً، بحثاً علمياً موضوعياً، وبعد ذلك يؤسس ماذا؟ دعوة غير المسلمين على هذه الأسس. هتقول لي كيف يعني؟ أنا أقول لك كيف. من حكمة الدعوة مثلاً أنك تبحث عن المشترك بينك وبين من تدعوه إلى دين الله وليس عن المختلف. لذلك سبحان الله، أنا في قلبي كنت لا أستسيغ طريقة بعض العلماء الأفاضل، هم علماء في تخصصات بلا شك، يعني علماء عباقرة مثل العلامة المرحوم ديدات، يعني عالم عبقري كبير لا يشق له غبار في علم مقارنة الأديان، وخاصة إيه الإسلام مع النصرانية يعني. ولكن لم أكن وإلى الآن بفضل الله منذ شبابي، منذ غضارة شبابي وإلى اليوم وأنا إيه في منتهى كهولتي، لم أستسغ ولا أستسيغ هذه الطريقة، أنك تسبهم في دينهم في عقائدهم، وإن كان ما تقوله حقا، ويصفهم أحيانا بأنهم إيه لا يفقهون، يقول لهم لا تفهمون أنتم هنا كذا بالغباء، شيء عجيب، استفزاز رهيب جدا، كأنه يقول لهم اكرهونا، اكرهوا ديننا، نحن أعداؤكم، نحن الذين بعثنا الله لكي نطلعكم على فساد دينكم ونحلتكم ومعتقدكم وأنكم من أهل، شو هذا؟ هذا ما هي دعوة، هذه تكريه في الإسلام وتكريه في المسلمين. ولكن القرآن الكريم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم
وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. بعد الآية واضحة: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يعني من أبلغ هذه الآية في العنكبوت ولا آية النحل؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. مين فيها تجديد أكثر؟ نقول إحنا أبلغ في المعنى، في معناها. لا، آية العنكبوت. طلع إيش صيغة؟ ولا ممنوع. قال لك ممنوع، ممنوع أن تفتح أصلا باب الجدال مع أهل الكتاب إلا إن كان لديك اللياقة المزاجية والعقلية والفكرية أن تجادلهم بماذا؟ بأحسن طريقة ممكنة. يا سلام، ليش طيب يا رب؟ أيوة، هو هيك، لأنك أنت الهدف ليس أن تفحمه، ليس أن تقول له أنت إيه على ضلال، مش هذا الهدف. مش الفائدة، هذا مش هدف، عمره يكون هدف. هذا الهدف أن تقوده إيش؟ إلى الرشاد، إلى الصراط المستقيم، أن تفتح عين بصره وبصيرته على الحق الذي أسعدك الله به. الهدف أن تنقذه وأن تسعده في الدنيا والآخرة، مش أن تحطمه، مش أن تدمره، مش أن تقيم عليه الحجة إيه ويدخل النار وتكون فرحان أنت. ولذلك يكثر في دعائنا وفي منابرنا: اللهم افعل وافعل. الله يا أخي، لماذا هذا الحقد على العالم؟ من قال لك هذا؟ أنت تدعو فقط على من بغى عليك، على من حاربك وقاتلك وظلمك، ادعو عليه، الله ينتصر لك منه، الله ينتقم منه. لكن مش على ناس مسالمين في أنحاء الأرض لأنهم فقط نصارى أو يهود أو مجوس أو بوذيين. اللهم عليك باليهود والنصارى، شو الكلام هذا؟ لماذا؟ ادعو فقط على البغاء الظالمين المعتدين عليك منهم. وهنا لن يكون مدخلية كبيرة لكونه يهوديا أو نصرانيا، مش هذا المهم. المهم ما هو؟ العدوان. أنت ينفع تدعى على مسلم إذا اعتدى عليك، ولا مش صحيح؟ أن الله ينتصر لك منه وهو مسلم واحد، والله لا يحب الظلم، لا يحب الظلم. وقد قرر علماؤنا كما قلنا 100 مرة من عليها خطبة: الدولة الكافرة الله يقيمها ويبقيها إذا كانت عادلة، ويقوض أركان الدولة المسلمة الموحدة إذا كانت ظالمة. هذا الفكر الصحيح، هذا القرآن، هذا روح الدين. شفت؟ مش روح الخطباء اليوم والوعاظ هذول اللي خربونا كل شيء، سبحان الله، وخربوا علينا كل شيء، خربوا لنا وخربوا علينا، والله سدوا الطرق علينا بهذه الطريقة العجيبة العوجاء. نسأل الله يهديهم ويهدينا معهم. فهذا هو، فإذا البحث عن البحث عن المشتركات، هذا الحكمة في الدعوة، تدعو الله بحكمة، هذه هي الحكمة. لذلك أيضا كنت مستاء، وهي حصدنا أيضا، ويعلم الله إخواني المقربون يعني يعرفون هذا. كنت مستاء من حوالي 10 سنوات ولا أدري لماذا فتحت قنوات إسلامية نحترمها ويعني ويستفاد منها الباب يا أخي لمهاجمة النصارى العرب، الأقباط في مصر بالذات يعني والنصارى والنصرانية والأناجيل المنحولة والأناجيل المزورة والثالوث والصلب كذا، ودائما حلقات حلقات حلقات، شيء غريب، ويخلط فيها العلم ومخالطة الأديان بالسياسة، سياسة وما سياسة وشغلات ومؤامرات وكولورادو وتنصير عالم الإسلام وتنصير المسلمين والأقباط في مصر والتسلح، وكان اسمه مسلح وفي أسلحة. ما هذا؟ ما هذا؟ إذا كان هذا موجودا مش وظيفتك أنت، هذه وظيفة الدولة. وكل دولة، ما هو أصلا الدولة من حيث هي كما قال ماكس فيبر أبو علم الاجتماع الألماني، الدولة وظيفتها الرئيسة أن تحتكر العنف. ما في دولة كدولة بتحب أن يكون في طوائف وفرق وناس وتنظيمات عندهم سلاح وبتسلح وممكن يقوم بحركات عنفية قطعا بالحرية تأخذ على أيديهم، ولا مش صحيح؟ فأنت دخلك كداعية وعالم ومفكر مسلم وأكاديمي أن تفتح هذه الأبواب وأن تثير عجاجات، والله أعلم عاد هل عندك أدلة؟ هل عندك بيانات؟ شو؟ لو في أدلة وبيانات كيف غبيت وخفيت على مين؟ على أجهزة الدولة المتخصصة اللي بتراقبك وترقبهم 24 ساعة، ولا مش صحيح؟ شو الكلام هذا؟ فكنت أستاء من هذا وأعلم أنه نذير شر وسوء، والله العظيم. فطبيعي طبعا، عشان نكون واضحين يعني، ما بدنا نبرر، بس طبيعي لما يفوز الإسلاميون في مصر وغير مصر أن يتشائم مين؟ نصارى مصر، مبسوطين. ولما يصير في تآمر على التجربة الإسلامية وكذا، طبعا يكون من أول المتآمرين وبأموالهم وبجاههم وسلطانهم، وطبعا لأنك أنت في قنواتك ما شاء الله 10 سنين تحرض علينا، ولا مش صحيح؟ وبتحاول تطعن في ديننا وتفكرنا وتفهمنا أننا مشركون كفار مثلثون. ما علاقتك بهذا؟ ليس هكذا تكون الدعوة، ليس هكذا تكون الدعوة. هيقول لك قطع الله لسانك يا زنديق يا متملق للنصارى، متملق أنا متملق للعالم، طلع سبحان الله شيء غريب يا أخي. الله قال لقد كفر الذين قالوا الله. أقول له في أي سياق
ولماذا أنت إذا ذكرت هذه الآية فقط ولم تفهمها في سياقها ولم تذكر الآية ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن؟ لم تقرأ هذه الآية؟ لم تفهمها أنت؟ لم تفهم هذه الآية؟ اقرأ هذه الآية وفي ضوءها ستفهم كيف تسيق إنجاز التعبير الآيات لقد كفر الذين قالوا وليش الله قال هذا تبارك وتعالى. هذا هو شيء غريب جدا يا أخي. فعلى كل حال إذن هذا يتعليق على موضوع الحكمة. أفلا يقال لنا الحكمة هي السنة وانتهى، والسنة عندها حجية كاملة من غير أي كلام بهذا الكلام.